فن فيه شين الشاملة وسين وصاد. ده تمرين مهم جدا بيجي في الامتحانات فهنحله. هنبدأ شين الشاملة هنكتب كله، هي 2 و4 و3 و5 و8 و1 و6 و7 و9. سين هي 2 و4 و3 و5. تالت حاجة الصاد، صاد هي 8 و1 و3 و5. سين تقاطع صاد، هناخد المشترك بين سين وصاد، هي 3 و5. سين اتحاد صاد، هناخد كله ما عدا اللي موجود اللي في بره، هتبقى 2 و4 و5 و3. و3 و8 و1. سين انا هي دي سين فرق صاد، سين فرق صاد الموجود في الاول مش موجود في الثانيه، يعني هنخبي الثانيه وهتبقى 2 و4 2 و4. صاد فرق سين الموجود في الأول مش موجود في الثانية، يعني هنخبي سين وهنكتب 8 و1. سين مكملة هنخبيها وهنكتب كله ما عدا سين، هتبقى 8 و1 و6 و7 و9. سين صاد المكملة هنكتب كله ما عدا صاد، هي 2 و4 و6 و7 و9. وشكرا لمستر حامد بيومي مدرس الرياضيات.